التطور ديال المشروع الجديد هو الاضافي والاضافه الجديده في هذه الدوره هو طريق السلام واللي سهل من مدينه في النسخه الثانيه ديالو من بعد نجاح النسخه الاولى ديال الرحلات اللي عملها في المغرب او لا انه يجعل سيدي قاسم مركز ثقافي او مدينه. عبد اللطيف نحيله ممثل مخرج رئيس مؤسسه رحله للفنون الحيه رئيس ملتقى سلام للفنون المعاصرة. ملتقى سلام للفنون المعاصرة في النسخة ديالو الثانية بلمسة جديدة ومتجددة بلمسة شبابية 100%. هو الهدف ديالو الأساس هو نشر قيم السلم والعيش المشترك عن طريق الثقافة والفن اللي هو الهدف الأساس ديال مؤسسة رحلة للفنون الحية. علاش سيدي قاسم؟ سيدي قاسم لأنها إلا قلناها سوبجيكتيفمون مدينة ديالي اللي تولدت فيها وترعرعت فيها في الطفولة ديالي وأوبجيكتيفمون لأنها مدينة خاصها الثقافة خاصها الفن خاصها مجموعة من الحوايج ولكن حنا في المجال الثقافي الفني هادو هما الحوايج اللي كنشوفو ممكن نساهمو فيهم ممكن نعطيو للمدينة بحال هذه اللي فيها هذا الخصاص ما فيهاش مسرح ما فيهاش مركز ثقافي ما فيهاش أروقة ما فيهاش مجموعة من الأشياء ولكن بتضافر الجهود لا ديالنا لا ديال مجموعة ديال الناس كنحاولوا أننا نساهموا ولو بالشيء القليل في نشر الثقافة. ملتقى سلام الفنون المعاصرة في هذه النسخة هي ملتقى كتحمل التنوع الثقافي المغربي تحت شعار المغرب أرض السلام والعيش المشترك بحضور جميع المكونات ديال الثقافة المغربية جميع الروافد ديال الثقافة المغربية صحراوية أمازيغية عربية إسلامية متوسطية أندلسية وأفريقية. كاين الحضور كذلك كيتجسد هذا الحضور هذا في مجموعة من الفنانين اللي كيعطيونا هذا الفن ديالهم بلمسه معاصره لان كذلك كاين الجانب السلم وكاين الجانب اللي هو فني 100% اللي هو الفنون المعاصره. فكاين نبيله معان كاين اختك دو جونغ ديال الفام اللي خصنا نوليو كنحترموهم ونوليو كنعرفوا بان المراه ليست دائما ذاك النموذج الوحيد اللي كاين. فكاين نماذج اخرى ديال النساء في مجالات اخرى. فهذا الشيء اللي عطانا انا نعطيو قيمه كبيره هذا العام الحضور نون النسوه لا من خلال البرنامج لا من خلال لو سلام اوورد اللي كتشرف عليها لجنه اكاديميه وممثلين عن جميع الشركاء. فكاينه اسماء المنور من الناس اللي غيحصلوا على هذا التشريف وهذه الجائزه ديال سلام اوورد لنضالها على الاطفال اللي كيعانيوا من التوحد. كاينه عالمه الفيزياء ورئيسه المختبر ديال الفيزياء بالولايات المتحده الامريكيه الاستاذه والدكتوره كوثر حفيظي لانها كتشجع الشباب اللي كيهتم بالعلوم في المغرب من خلال الجمعيه ديالها جمعيه كوثر حفيظي للعلوم. كاينه كذلك المرحومه عائشة شنا نضالها الكبير والكبير على كيفاش نتعايشوا مع الأمهات العازبات وكيفاش نتعايشوا مع الأطفال المتخلى عنهم باعتبارهم هما مكون أساسي من مكونات المجتمع المغربي اللي عطات مثال كبير فاش أن كيفاش شرائح المجتمع كلها ممكن تعيشوا معها.